سلام عليكم. لمرتين في أسبوع واحد طرحنا عبر البرنامج مناشدة لبعض الموظفين الحاصلين على قطع أراضي في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد. تلك الأراضي لم يستلموها منذ أكثر من 10 سنوات، اليوم صارت مستجدات في هذا الموضوع، راح نضعها أمام المستفيدين. مجموعة من المستفيدين من عقود وزارة النقل يبلغ عددهم 17 متعاقد لم يستلموا رواتبهم منذ فترة طويلة، يناشدون عبر البرنامج لطرح هذا الملف أمام أنظار الجهات المختصة. ومن واسط مناشدة من إحدى العوائل المتعففة تطالب من خلالها الجهات المختصة بمساعدتهم في توفير السكن اللائق والمساعدة التي تعينهم على شظف العيش. في الأسبوع الماضي عرضنا موضوع قطع الأراضي اللي مخصصة لشريحة من الموظفين وصار لها 10 سنوات مخصصة ولكن لحد الآن ما مستلميها، وطبعا لأسباب تتعلق بوجود بعض المعترضين ولأسباب غير منطقية. اليوم مكتب رئيس الوزراء اتصلوا ببرنامج صوت عراقي وطلبوا التواصل مع هذه الشريحة حتى يحلون مشكلتهم، وأيضا أبدوا استعدادهم لحل المشكلة بعد الوقوف على الأسباب ومعالجتها وحلها إن شاء الله. ندعو السادة المعنيين من أصحاب هذه القطع أن يتواصلوا معنا لمتابعة الموضوع، وطبعا إحنا بدورنا زودنا مكتب سيد رئيس الوزراء برقم التليفون الخاص بممثلهم. نفس الوقت إحنا كصوت عراقي نقدم شكرنا إلى جهودهم كمكتب رئيس حكومة في متابعة هذه المناشدات والحالات. مجموعة أيضا من موظفي الخطوط الجوية العراقية عددهم 17 موظف بصفة عقد. طبعا هذه الشريحة رواتبهم متوقفة صار لها تقريبا سنة أو أكثر من سنة، على الرغم من هذا هم مستمرين بدوامهم بشكل يومي، وهذه الشريحة أنا ذكرت 17 شخص، وعادة هذه الأعداد القليلة ممكن ما نقول صوتهم ما ينسمع ولكن يراد وقت حتى يسمعون صوتهم السادة المسؤولين. لذلك قبل أن نأخذ ممثل عنهم إحنا نناشد الوزارة والخطوط أنه يلتفتون إلى موضوعهم ويحلوه بالسرعة الممكنة، لأنه نعرف ناس هي ناس يعني عندها عوائل، فبالنتيجة هم يحتاجون راتبهم حتى يعيشون به اللي هو هذا حقهم الطبيعي. معانا ممثل عن هذه الشريحة الأستاذ عبد الرحمن العقيلي، أهلا بكم أستاذ. تحية طيبة جناب الكريم. أستاذ عبد الرحمن أريد أعرف موضوعكم شنو، إحنا يمكن كان عندنا لقاء سابق بس خلينا نعرف تفاصيل أكثر. إحنا موظفين في الخطوط الجوية العراقية بصفة عقود، عددنا 17 شخص. توقفت رواتبنا منذ سنة أو أكثر من سنة بسبب إجراءات تجديد العقد. وزير النقل لم قبل يجدد عقودنا لحد هذه اللحظة. كتب يعني بين الدائرة الإدارية وبين الخطوط الجوية العراقية وعرقلات هواية. هسه بالوقت الحاضر شمروا الكرة بملعب رئيس مجلس الوزراء، قالوا إلا موافقة رئيس الوزراء على تجديد العقود. زين احنا يعني هو عقد ورواتبنا يعني مو تقولين رواتب من كلف الدولة، احنا رواتبنا كل واحد 400,000 تقريبا. ما عدا ذلك 15/8/2024 وزير النقل سيد رزاق محيبي سعاد تعيين 3 أشخاص إلى الخطوط الجوية العراقية. هاي وراكم؟ أي ورانا. وإحنا تجديد عقد، يعني ياهل الأسهل إعادة تعيين لو تجديد العقد. تجديد العقد أسهل شيء، الأخوة هنا مسوي لهم إعادة تعيين، يعني إحنا أسهل من عندهم. وعرقلات هواية ولحد الآن إحنا ما نعرف مصيرنا شنو. شنو صدر بكم كتاب؟ ما صدر بينا أي، يعني سووا لنا كتاب تجديد عقد بس الوزير رفضه، سواء كتابه بتوقيعه الى مجلس الدوله، لان احنا عندنا موافقات من رئيس مجلس الوزراء. عندكم موافقات؟ اي مستمرين بالدوام احنا لحد هذه اللحظه بس بدون راتب. وش قد صار لكم؟ صار لنا سنه، اكثر من سنه تقريبا، سنه وشهرين. انتم فقط عددكم 17؟ عددنا 17 شخص، يعني شافونا عدد اعدادنا قليله فلذلك يعني ما الحل ماكو، ما سووا لنا حل لحد هذه اللحظه، وطلعنا بالاعلام اكثر من مره فماكو استجابه. الوزير حتى يمتنع عن لقائنا. 315؟ احنا قرار 315 وقعنا العقود سنة 2020 و2019 بموافقة رئيس مجلس الوزراء وموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء. نعم. دار القانونية. زين مو المفروض هذه الأمور الإدارية تمشي
خلينا نقول تمشي لوحدها؟ اي دايركت، بس ما اعرف يعني هم اجراءاتهم يعني ظاهر ما اعرف اكو غايه من الموضوع ما اعرف يعني، لان اعدادنا قليله، كانت قبل العقود 800 شخص فعينوهم كلهم، بقينا بس احنا، عينوهم على الملاك بقينا بس احنا ال 17. فاحنا ال 17 شنو ملحق باللي قبلكم؟ احنا لما صرنا عقود الاخوه مكملين 4 سنين اللي قبلنا، احنا قالوا لنا انتم مكملين المده القانونيه اللي حكى بها رئيس الوزراء، قالوا سنتين فما فوق يتعين على الملاك. احنا بوقتها ما مكملين سنتين، فلذلك بقينا وجددوا لنا عقودنا، هسه ما يقبلون يجددوا لنا عقودنا. بس انتم ال 17؟ بس احنا ال 17. يعني هاي المشكله ما واجهتها قبلكم نهائيا؟ لا لا ابد. ولا صايره وياها؟ ابد، تجديد دايركت يصير قبل. بس زين شنو الكتاب اللي صدر من رئاسه مجلس الوزراء؟ مجلس الدوله. مجلس الكتاب الدوله. اي طالبين باستيضاح علينا، يعني يريد يصيغون لنا قانون يعني انه على اي ماده يجددون عقودنا. يقولون دائرة الموازنة المال 2024 ما بيها تجديد عقود، مع العلم يعني احنا مستمرين بالدوام لحد هذه اللحظة، يعني شلون ماكو؟ لحد ايش تعاقدتوا ويانا اذا ماكو تجديد؟ وهسه تداومون ومستمرين يعني لحد الان؟ يعني قبل ساعة وطلعت من الدوام. رواتب ماكو؟ 18 رواتب ماكو. صار سنة، أكثر من سنة. زين الوزارة شنو موقفها؟ الوزارة سوت كتاب بينا لمجلس الدولة، يعني الوزارة إذا تبري نفسها من هذا الموضوع. بتقول ان الموضوع مو يمنا. اي. مع العلم اذا الموضوع مو يهمهم شلون يعيد الوزير سوى اعاده لكذا اشخاص، اعاده تعيين، واحنا تجديد عقود ما يقبل يجدد لنا. انتم التقيتوا بالسيد الوزير؟ والله اكذب عليك اذا ما التقيت بي، انا التقيت بالسيد الوكيل الاداري دكتور حازم الحفاظي، لان هو الوحيد اللي فاتح الباب انه وجاي يستقبلنا، بس الرجل ما بيده شيء، بيد المعالي. بيد معالي وزير النقل. يعني بس 17 اعتقد حتى انه عددهم مو هوايه وما راح يكفون. يعني ما عندنا احنا بس الاعلام. يعني ما عندنا يعني احد بالدوله ويعني نقدر نستعين به على مود هاي القضيه. هي هاي اهم القضيه تخص عوائل يعني. زين انتم 8 أشهر بدون راتب. سنه. اي. فبالنتيجه شلون؟ الانسان يحتاج راتبه وعائله عنده ومصاريف. عندكم يعني اماكن ثانيه تشتغلون بها؟ اي والله شغل ثاني. يعني ما معتمدين على هاي الشغله، لان هي الراتب مي طبعا. بس انتم دوامكم بالوزاره يعني؟ لا نداوم بالخطوط الجويه العراقيه اللي هي احد تشكيلات وزاره النقل داخل مطار بغداد الدولي. اي بس بالنتيجه هو دوام كامل؟ دوام كامل من الساعه بالتسعة للساعه بالاربعة العصر. زين اذا عندك فد رساله ومناشده؟ والله احنا نوجه رساله لرئيس الوزراء، الكتاب مالتنا مجلس الدوله لازم يعني تدخل من عندك مباشر، لأن يعني المعالي ما يقبل يجدد لنا ما أعرف. إذا الوزير بيده شيء فإحنا نوجه رسالة له، نقول له يابا معالي وزير النقل السيد رزاق الحيبس، هاي أرزاق عوائل وإحنا يعني أمانة برقبتك هاي، وإنت قد الأمانة. أنا أتمنى إنه توصلون صوتنا للجهات المعنية والسيد وزير النقل والسيد رئيس الوزراء، لأن يعني هاي المعاناة بعد صار سنة وشهرين، أتمنى يحلوها يعني. لان يعني عجزنا حيل حقكم. بس هم بالعاده اللي على 315 يكونون اكثر مطمئنين، يعني انا تفاجأت انتم على 315. يعني العقد هسه بهالوقت الحاضر يعني على ساعه ينهون عقد ما اعرف، يعني هو مشكله هاي. هم الشغله اللي يحبوها يصيغولها، بس الشغله اللي تمس ارزاق العالم لا. طيب انا اشكركم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك. حالة إنسانية تحتاج إلى موقف تكافلي نطرحها من صوت عراقي. عائلة مكونة من 3 نساء يعيشون في واحدة من المناطق النائية في واسط مرض، حرمان، فقر، بيت متهالك، برد، حر. فهذه المناشدة احنا راح نتابعها مع الزميل فالح القريشي. إلى أطراف قضاء الموفقية في محافظة واسط ذهبنا لمهمة إنسانية لبرنامج صوت عراقي، فوجدنا 3 نساء معدمات من غير كافل ولا معيل، وفي بيت آين للسقوط، حياة معدمة ومستقبل مجهول، واحدة فيها مرض نفسي وأخرى لا تستطيع الكلام،
والثالثة هي من تقوم بكل الأدوار. والله عيشتنا ضيقين، ممكن نعمة تكسرت، يخر علينا بالمطار، يخر علينا منكم، من يطب علينا من هذا الباب، من ذاك الباب يطب علينا، والله ما عندي. وهاي اختي مريض وذيك مريض، وانا تعبانه، انت شفنا ما كيفت فيكم، اريدكم استعدوا. هي هاي حياتنا والله القدام، هي قاضينها شلون ما كان، الله شاهد. لا عندنا سحب، وبالليل ما تطلع الكهرباء، انا قاعد برا، والله العظيم تطلع علينا كل عقرب هكذا. يشهد هنا بالقاع، هذا حصير لي فرشه هنا بالقاع، وننام هنا على الشرا. اريدكم تساعدوني بعد مروتكم، والله كيفت بيكم من جيت بالكف والكسر والنسر جاره مروتكم، وانتم كيفكم في المطار والبريد، والله يشهد علينا، الله يطب علينا من هذا الباب من ذاك الباب. ونعم الذن تكسر من كثر ما طاين بيه من فوق، الارض بي، العقارب بي، حرنا وين نروح؟ وش تسوي؟ ساعدونا ومروتكم، تعبانين والله تعبانين، هاي اختي مريض والله، حتى فلوس الرعايه ما تكفي، وانا حايره بين اثنين، اريد لنا بشيء زين، احنا ما نتعبكم ولا نخسركم، اريد لنا بشيء زين نقعد بيه من البرد والحر، وكان كون من المطر حامين. هاي صار لي فوق السنتين ثلاثه مكسوره هاي العمل، شيء طايين بيه من فوق، طقت وانكسرت الارض، من القاع تطلع لي، من الحايط تطلع لي، مو هذا القاع طين، الحايط مالته طين والقاع طين، هسه بالصيف ما نقعد فيه، تخاف من العقارب، والله ما اقدر اقعد فيه. انا اقول لك بالشيف بالنهار نقعد، هيك نفتح هذا الباب وذاك الباب، شيء ما عندنا سحب وقاعدين فيه، حالتنا تعبانه، واريد نخلص من المطر والبر. نين والله بالشتاء نقعان القاع وفراشنا نقعان. اي والله راجع باي، بس ما تصير لك الحل، هي شوي حالته نفسيته مو، وذيك مريضة عتتنك، وأنا توني مسوية عملية ما أقدر. قالت لي والله العظيم هذا العلاقة مال الطماطة لا شيلي، والتقرير عد، بس أنا ما أقدر، جي أنا تعبانات، أنا من يوم فوق من عد. هي حياة الوحدة والفقر وعدم وجود الأهل، وأرواح عذبها جور الزمن، هن لا يردن شيئا سوى بيت، تقول الأخت الكافلة نريده أن يسترنا، فالستر هدف الشرفاء. أريد تخلصني من هذا المكان، ولا تعبني، بيع حياة، بيع أرض، بيع عقاري، أريد بنيان بسيط، غرفة ومطبخ وحمام، هاي يسترنا ويحمينا من المطار والبريد، شريد من عدم. والله العظيم جانا واحد خطط ومشى، هم كيفنا بيه، وظلينا قاعدين لبرا، وتاليته مشى، هم شاف بيته، واحنا مروت. ولا اريد، اريد غرفة ومطبخ وحمام، بس كون يخلصوني من هنا، الطينة هاي تعبتنا، بس يخلصوني، كون من المطر ما يخر علينا، من الباب طاب علينا، من السقف يخر علينا، وعمدنا تكسرت، ما عندنا إمكانية، ما عندنا، ما عندنا هم، يا الله مسواق ومرض لخوات، ما جاي يكفينا، أريدكم تبنونا وساعدونا، الله وأنت. لا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله يا العلي العظيم. اجتمع هم ومرض هنا، والفقر لا يعالج إلا بتدخل القلوب الرحيمة. من واسط فالح القريشي، الفرات. اتصال من أم علي من محافظة نعم. البصرة. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام، هلا بيك حبيبتي. أهلا أم علي، تفضلي. أهلا وسهلا. أهلا بيكم. بعد عمري أنا عندي مناشدتين. نعم. المناشدة الأولى
بال 2003 انقصف بيتنا قصفتنا القوات المشتركه. زين. وصار رماد كلش يعني باثاثه بشيته. فظلينا الراجح سوينا الدعوه موجوده عندنا هسه. والشهود موجودين. وظلينا الراكض بهاي السنين لحد 2017 2018. ظلينا الراجع الى ان شنو طلعت لنا؟ طلع لنا 4,600,000. شنو هذا تعويض؟ احترض تعويض، احترض ابني. قال لهم هاي ال 4,600,000 الخساير تدبيتها على الكراوي، السيارات والاستنساخات، لو مال الاثاث اللي احترق بالبيت. لو مال البيت اللي صار رماد. نبعد يا واحد من الواقفين قال له لا تدعي وتقول هذا قليل، ترى ياخذونن منك ويقسمونن بالنص. زين؟ يعني ايش قد يعطوني؟ مليونين؟ والله بدعتك يعني بيت بكبر انت قدري، بيت بقد غرف اثنين وصاله ومطبخ. يعني هيك شيء تقبلين انت؟ ولليوم ماكو اي تعويض حجيه؟ بدعتك ولليوم وماكو، كل تعويض ماكو. وراكضنا وتعبنا وقعدنا وسكتنا. زين؟ ايستو؟ هسه بعد اريدها من الله ومنكم توصلون صوتي رئيس الوزراء. زين. يعني هو هذا البيت فقط هذا البيت عندكم حاليا انتم ساكنين بيه؟ هو هذا البيت هسه حاليا. وين ساكنين انتم؟ هسه قاعدين احنا جوا، بس مضعضع لو تجون تشوفينه يعني يوميا تطيح من عنده وصله. يا ستار لو تجين تشوفين. الله يساعدك. واحنا قاعدين جوا لان ما عندنا نفرشه مدينة. انت حجيه هسه طالبين بتعويض؟ اي والله اطالب بتعويض. ما نصوني. ما نصون، اريد تعويض مكان بيتي اللي يتفلش. حتى زلمتنا صارت له سبب، لانه قام ينبش ينقل بالانقاض ويتمرض. مرض من سبب. زين، عندك مناشدة ثانية؟ مناشدة ثانية عفوا؟ عندي مناشدة ثانية، عندي بنتي تخرجت من 2007 2008. تخرجت من معهد تقني. وين ما تذب عريضتها تقدم على شيء ما يتقبلونها، ما يطلع شيء. خريجة أي سنة؟ ها؟ خريجة أي سنة حجية؟ خريجة 2007 2008. هاي الفترة كلها حجية، هاي الفترة كلها ولا تعيين شملها؟ ولا تعيين ولا جماعتها ولا وجبتها؟ والله بداعتك. ولا تعيين، وقدمت حتى رادت كاتبة بال المدارس اليمنى ما قبلوها. زين. الا بالواسطاتي والله. زين، شكرا حجيه، احنا يعني احتمال برنامج صوت العراق ان شاء الله يسوي لكم فد رساله ويزوركم. ناخذ عندنا بعد شنو اتصال؟ زين. خلي نروح للبلديات. عندنا منطقه حي التراث الاهلي. الاهالي ناشدوا عبر البرنامج من اجل تحسين الواقع الخدمي في مناطقهم. تحية طيبة أعزائي المشاهدين، اليوم احنا متواجدين في منطقة البلديات تحديدا حي التراث، أهالي هذه المنطقة يعانون من نقص حاد في الخدمات وتراكم النفايات، هذه رسالة واضحة للأجهزة المعنية بالتدخل السريع وحل الموضوع. والله بعت امه وجهتهم، احنا ملينا من عتها. يعني صار تقريبا 4 سنين 5 سنين على هاي الحاله. فما خليت قناه ما اجت وحشيناها للشيء المعقول. فنشكر قناه الفرات، اي هي هاي اللي المشكله احنا نعاني من عتها. نطلب من الخيرين النفايات لها النفايات اللي يخلصونا من عتها. كل ما نحكي وذب العالم، كل ما نحكي وذب العالم. يعني شو نسوي؟ كل يوم واحد يتمرض هسه من هنا. هسه انا هذا بيتنا هنا، كل يوم واحد ذاب حتى هنا بالبيوت قاموا يذبون بالباب. يشوفون الزباله هنا ويذبون هنا. وين نروح؟ يا اللي يجي هنا نقول له شيل الزباله ما حد يشيلها. هاي نطلب مناشده هاي الزباله يكون يلغونها. الريحه وماشين الكلاب كل يوميه هاي السالفه. We'll be right back.
المنطقة البلديات حي التراث، منطقة جديدة سكنية، منطقة جديدة سكنية، مأذينة أهل الزبالة كلش مأذينة. يعني يجي أبو العربانة تكرم المطي يجي دب الزبالة هنا وراح، مأذينة والله مأذينة، حتى شغل ماكو. احنا قاعدين والله بالبلديات حي التراث، هاي الزبالة والله مضرة حتى للبيع، يعني الكلاب علينا كلها، هاي ذبان كاتلنا والله، يعني لو يشيلوهن شوية ما نحكي قبوا علينا، ما نحكي والله كلش متأذين. احنا رحب بقناة الفرات الفضائية ونشرف عندنا اتصال من محمد. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك. أهلا. ست حتى اختصر الموضوع ويكون يعني الأذان على وقت شهك. يعني أنا محمد الحسن أحد ممثلين جامعة البصرة كلية التمريض الدراسة المسائية، وممثل عن كلية التمريض الدراسة المسائية بالعراق. زين أهلا. مناشدتنا اليوم باختصار هي استرجاع القصد لما كان عليه. أول ما سجلنا بالكليات كان القصد 1,750,000 دينار، وهذا اللي تبلغنا فيه وتوقعنا عليه بندفع خلال السنة. نعم. من وصلنا المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، حاليا انصدمنا بالدليل اللي نزل والكتاب اللي نزل من الوزارة بأن القصد صار 2.5 مليون. ايش قد كان؟ كان 1,750,000 دينار عراقي. صار 2.5؟ صار 2,500,000 دينار عراقي. هاي الدراسة المسائية محمد؟ اي نعم الدراسة المسائية، والطلاب يعني صار بعدهم الدراسة المسائية، فمن يقدمون على الدراسة الصباحية كاستضافة لازم يدفعون مبلغ من 50% إلى 30% من القسط الفعلي اصلا، يعني فوق القسط. صارت تكاليف مكلفة على يعني مبالغ مكلفة على الطالب، وخاصة هو كم ويكون حالتهم يعني المادية مو كلش زينة. مناشدتنا نطلب من الوزير التعليم العالي ومن قناة الفرات ومن الجهات المعنية أن يوصلون صوتنا ويوصلون صوت طلاب التمريض كليات التمريض والجامعات العراقية. هاي يعني في كل الجامعات تحكي؟ في الجامعات العراق على من شمال لجنوبه، بأن يرجعون القسط إلى ما كان عليه 1,750,000 دينار، ويكون القرار مالتهم اللي هو 2.5 مليون على السنوات الجاية أو السنوات المقبلة على كليات التمريض. يعني هي من هاي السنه لو الوجبه اللي راحت همينه مشموله؟ عفوا ست انا حاليا مرحله ثالثه، المرحلتين اللي فاتت دفعت 1,750,000، اما حاليا يعني من هاي المرحله انت 2.5 مليون لازم تدفع. لازم ادفع 2.5 مليون، عليها اساس، عليها قرار، عليها استناد، ما اعرف، بس قرار وزاره نزل 1.5 مليون فجاه. فاجئ الطلاب، اغلبيه الطلاب راح تشترك، يعني اكو بعض الطلاب يقول انا ما ادفع 2.5 مليون، راح اشترك دراستي. يعني مو الكل بصراحه يقدر، يعني كلش صعبة. فإن شاء الله يوصل صوتنا عن طريق قناتكم ويوصل للجهات المعنية وللوزير نفسه حتى يرجع القسط مثل ما كان. شكرا لك محمد. عندك بعد شيء حاب تقوله؟ لا، هي يعني أبسط شيء، هي يعني نص طالب أبسط حقوقنا اللي هي يرجع القسط مثل ما كان عليه. طيب شكرا لك محمد. شكرا وأشكر متابعتكم. سلام عليكم ورحمة الله.